الذين قتلوا الحسين لم ينتهوا بعد، هم اليوم موجودين، والحسين بلون آخر لا يزال موجودا، هو الذي يستهدف من قبل هؤلاء الطغاة. إذن أنصار يزيد وأنصار الحسين مرة أخرى وعلى طول الخط يصطدمون في مواجهة شرسة عنيدة، وهذا يعطينا رؤية بأن الجريمة التي ارتكبت بحق الحسين لم تنتهي، وإنما لا زالت فصولها التي نعيشها اليوم من الإرهابيين والطائفيين والحاقدين على الإسلام وأهل البيت عليهم السلام، وما يقومون به من أعمال إجرامية واستهداف للأبرياء، وبالذات لقد أعدوا العدة لاستهداف زوار الإمام الحسين وتخريب أجواء الزيارة. العراق كما تعرفون في بلدكم في العراق الناس على السنة من غير اجتهاد بعدها، وآخرين قالوا بأنهم يجتهدون بالإضافة إلى السنة، فتأسس المذهب الجعفري في العراق، وقسم شعبنا على المذهب الجعفري قسم كبير، والآخرين كلهم كل واحد يمارس طقوسه بحريته، بس اللي يحاول يحول الطقوس إلى موقف للفرقة لا، عم نقول له يا ولد دير بالك انتبه، وإذا ما تنتبه ترى بطقك على خشمك. هذا حق، لأن احنا نريد الشعب ياكل نفسه، ناس تكون تاكل ناس، والله واحد يقول انا هيك اجتهد وانت هيك تجتهد، تبي يقول لك هذه المذاهب صار لها من فتره طويله من الزمن، شنو علاقتنا احنا في انه الان نختلف؟ كل واحد يروح على حريته ياخذ يتبنى المذهب اللي يريده على راحته، احنا ما ندخل في هذا، بس انه يحاول الفرقه المذهبيه أو الفرقة في طريقته في رؤية الدين إلى أنه يقسم الشعب، لا هذه ترى خطيئة.